النقرات على لوحة التحكم تكفي لتسديد فاتورة، اقتناء منتوج أو شحن رصيد الهاتف. هي الخدمة الجديدة التي يوفرها الموقع الإلكتروني بريدينات وبطاقة الدفع والسحب الذهبية اللذين أطلقهما بريد الجزائر في سياق تطوير آليات التجارة الإلكترونية عن بعد. وبهذا الصدد أغتنم هذه الفرصة لأعلن ببالغ السرور أن بريد الجزائر في مرحلة إصدار الحصة الأولى من 5 ملايين بطاقة دفع بمعدل 1 مليون بطاقة في الشهر لوضعها تحت تصرف المرتفقين بداية من شهر ديسمبر الجاري، مع هدف مسطر على المدى المتوسط يقضي بتزويد 20 مليونا من أصحاب الحسابات البريدية الجارية ببطاقة دفع إلكتروني. وعلى عكس بطاقة الدفع البنكية الإلكترونية، فإن الذهبية التي تم تطويرها مع شركة أبي بي الروسية تتضمن معيارا أمنيا جديدا يجعل من استعمالها عند السرقة أو الضياع أمرا مستحيلا. Il s'agit là d'une carte conforme aux normes AEV avec la dernière version, embarquant un profil sécurisé de type CPA-DDA. La carte est confectionnée dans un environnement conforme aux normes internationales, en l'occurrence PCI-DSS, et laquelle carte également un hologramme et un cryptogramme. الخدمات الجديدة لبريد الجزائر تم تدعيمها بمركز اتصالات للإجابة عن تساؤلات وانشغالات المواطنين حول جميع الخدمات المؤسسة.